قدام القرنة، قرنة جديدة جهوية احنا قدامها. واخا عرفنا بالاثمنة اللي عندك. الاثمنة اللي عندي انت كتشوف دابا هذا السردين الغليظ البيع ديالو 7500. البرقي هو عندنا، نوري لك البرقي هو عندنا زوين من 76 ل 90. ها هو عندنا نوريك وتشوفوا. عندنا ديال برا شي حاجة كنبيعوها ب 44 45 46. واخا قلتي لي بأن السردي ممكن تبيعو للكيلو. نبيعو إلا بغيتي هاد الكيلو نبيعو للكيلو، حنا ما كنبيعوش، ولكن إلا شي واحد وقال لي كتغلي ولا شي شي لعبة نبيعو للكيلو ب 75 درهم. 75 درهم؟ أييه. علاش انت ما ديرش لي 83 درهم بحال اللي دايرين لي الناس؟ ما حنا شوف حنا نربحنا 500 درهم حوالي 300 درهم بركة. ما شاء الله البركة. يعني انت حنا عندنا شوف حنا عندنا كليان، عندنا كليان كنبيعو كليان. شوف فيما كنا كيتحولوا تعبنا كليان. عندنا كليان كنبيعو كالحولي كنعطيو النمر ديالو، ناخذ النمر ديالو كنقيدوه، إلا تضرب ولا تجرح ولا شي حاجة كندورو ليه. نردو له فلوسه ولا يبدلو. حنا نتحملو المسؤولية ديال أي حاجة. حنا يعني ناس دراوش وعادي. وبالنسبة للي شرا الحولي واش يقدر يخلي عندك هنا حتى نهار قبل ملعيب؟ كان أنا أوريك اللي نبيعو، أنا أوريك اللي نبيعو، أنا أوريها لك. حنا هاد الغنم كامل عمرنا وصلنا للسوق. بالنسبة للثمن مقارنة مع العام اللي فات الفرق كاين تقريبا 500 600 حتى 700 كاع. مع ذلك شي واحد بغى يغني راه ماشي حريفي راه كيغني. هذوك الناس اللي كيقول لك مليون مليون والله هذوك الناس ما هذوك الناس كيبغيو يهضروا حشومه كاع. رزق الله ما خصهمش يديروا في هذه الحاله هذه. دابا اللي نقول لك انا هو قدام كلشي. ها انت شوف اللي قدام كلشي. ها الحولي يا السلعه نوريك. اللي بغى يقول شي حاجه يقول، حنا الناس كيعرفونا كيعيطونا بالتليفون كيخليونا بسرعه. ما كاينش مزاح وما كاينش كذوب وما كاينش. شحال من عام وانت انا كنت مريض، انا مريض. انا مريض كندير ديالي زوج صحابي قالوا لي جي اوقف معنا. كاينش مزاح. ملي خرجتونا في هذه الحرفه. ملي قلت هذه 12 عام. ما عمرنا شفنا شي حاجه. ورا البطاقه الوطنيه تقول لك قلبوا لا عمرنا عطاونا شي حاجه. ها صحابي كتشاركوا معايا عمر لي هذا عمر لي هذا وغدا الحمد لله. الرساله ديالك لهذوك اللي كيبغيو يطلعوا الثمن. والله الله يهديهم نطلبوا لهم الهدايه. نطلبوا لهم الهدايه نطلبوا لهم. بالنسبه للحولي ديال برا ها؟ بالنسبه للحولي ديال برا اللي بالصوره. الحولي ديال برا هاد الناس بالنسبه للحولي ديال الصبيون جنا منه حنا شي حاجه يعني مزيان. هاد الحولي ضربوه الحواله وذبحناه يعني مزيان. كلينا حنايا مزيان. ودابا تقريبا شهرين ويا الف عندنا هنا. يعني مزيان الثمن انا قلت لك 45 46 جبنا حنا ب 40 كنبيعوا حنا ديك 45 46 هذا الشيء اللي كاين. ديالي محمد العمري ضيعه الاخوين فيها الشريف الحاج عياد محمد العمري. قول لي شنو عندكم هنا في الضيعه؟ عندنا الحوليه، عندنا البقر، عندنا الضروبه، عندنا العجل. كيفاش على طول؟ لا كيدير الثمن عندكم؟ الثمن مزيان، الثمن مناسب وكل شيء بالنسبه للعيد كل شيء عيد، درويش عيد وغني عيد كل شيء عيد. عندنا الضروبه من 8000 درهم حتى 16000 درهم. بالنسبه للبلدي كاينه من 8000 درهم 9000 حتى 10000 درهم. وبالنسبه للثنيه راه زيد شويه الثمن. الرومي راه عندنا راه كاين من كاين العجل اللي واصل حتى 2 مليون. ولكن هذاك ما نقولوش ديال العيد. هذاك بالنسبه للقزار. وبالنسبه ديال العيد راه الثمن الاخر هو 16000 درهم. بالنسبه للثنيه. الكلمة المواطن، المواطن ما يخافش، الس الخير موجود ويدير الثقة ديالو في أي حاجة، السلعة موجودة ما يخافش، اللي عنده يعيد واللي ما عندوش يعيد. واش كتشوف سبب هذا التهويل والخوف اللي عند المواطن هو سبب الشناقة؟ أييه كاين بعض الشناقة اللي تيخلعوا المواطن بزاف، كاين بعض الشناقة اللي مالين الفلوس وماشي حريفية وتيستغلوا هذه الفرصة هذه، تيخلعوا الدرويش بزاف. تيستغلوا الفرصه ديال العيد. كاين شويه الفرق لحقاش كان دار شويه الالف غالي و العدد شويه الالف غالي باش كاين باش السلعه شويه غلات، ولكن ما كاينش شي فرق كثير، ما كاينش شي فرق كثير تقريبا. وبالنسبه للعجل فرق ديال 1500 درهم حتى 2000 درهم وبحال كذلك الضروبه والحولي راه 500 600 درهم. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.